أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل أن رياضة سباق الخيل تعد من الرياضات المهمة في المملكة عبر ما تشهده من اهتمام متنام من قطاعات كبيرة في المجتمع، منوها بما تلقاه من رعاية ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ما أسهم في تعدد نشاطاتها على الأصعدة المختلفة والتي أكدت مكانة مملكة البحرين وريادتها في الحفاظ على هذه الرياضة الأصيلة. جاء ذلك لدى حضور سموه اليوم فعاليات مهرجان نيو ماركت وسباق كأس البحرين للخيل في نسخته 28 الذي يعتبر أحد أهم سباقات الخيل العالمية المقامة في إطار فعاليات مهرجان نيو ماركت العريق في المملكة المتحدة، حيث أعرب سموه عن تقديره للقائمين على هذا المهرجان الذي يقام على مضمار نيو ماركت والذي شهد انطلاق سباق كأس البحرين للخيل في المملكة المتحدة الصديقة منذ بداياته، وهو ما يعد تأكيدا على حضور مملكة البحرين في سباقات الخيل على المستوى العالمي. وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بتقديم كأس البحرين إلى مالك الحصان الفائز سبينيش ميشن من جنوب أفريقيا، كما قدم سموه جوائز المركز الأول إلى المضمر ديفيد سيمكوك والفارس جيمي سبنسر الفائزين بالشوط الأول الذي أقيم على كأس البحرين والذي خصص لجياد الفئة الثالثة لمسافة 2600 متر. وبمشاركة مجموعة من الجياد التابعة لإسطبلات وملاك من مختلف أنحاء العالم، وشهد منافسات قوية حسمها الجواد سبينيش ميشن متفوقا على الحصان الثاني نايف رود للمالك الإماراتي محمد بلعبيدة وبقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة خالص الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على الاهتمام والدعم الكبير برياضة سباق الخيل وتوجيهاته السامية بالحرص على إقامة سباق كأس البحرين سنويا في مضمار نيو ماركت العالمي الشهير، والذي يعتبر مناسبة تجسد العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة وتشكل أحد أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات. وأشاد سموه بالمستوى المتقدم للمتسابقين والجياد المشاركة والقدرات العالية التي ظهرت في هذا السباق المميز وسط أجواء جمعت مشجعي ومتابعي هذه الرياضة الأصيلة، مؤكدا سموه بأن كأس البحرين للخيل مثل سلسلة نجاحات مهمة منذ انطلاقته تنعكس في حرص الفرسان وملاك الخيل من مختلف دول العالم لنيل شرف الفوز به. ونوه سموه بالتعاون القائم بين الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة ومنبار نيو ماركت في إقامة هذا الحدث السنوي والتطلع المستمر نحو الاستفادة من الخبرات التنظيمية لهذا المضمار في سباقات الخيل، مشيرا سموه إلى الحرص المستمر على مد جسور التعاون مع نادي نيو ماركت البريطاني الذي يعتبر أشهر وأبرز أندية سباقات الخيل العالمية بإقامة هذا السباق السنوي برعاية مملكة البحرين منذ عام 1978، بما يسهم في إبراز مكانة واهتمام مملكة البحرين برياضة سباق الخيل وإظهارها بالصورة المشرفة في المضامير الخارجية المختلفة. وقد رافق سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة خلال حضوره مهرجان نيو ماركت وسباق كأس البحرين للخيل سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.